ده الغوث، اغيثوني. من المكالمات اللي بتجيلي بشكل سيل سيل من المكالمات والرسائل يومي كتير، مش عارفه اروح منها فين، مش عارفه اهرب فين. حلقه عملتها من سنتين، والله العظيم من سنتين، وانا ما اعرفش لساني ده اللي عايز، مش عارفه اعمل فيه ايه. انتابني شويه فضول، والست بتكلمني وبتحكي، وجالي سحر اسود ومش عارفه ايه والشيخ ايه، وكلمت واحد قعد تحكي حاجات كتير قوي، وانا ها زي اي ست عادي خالص عندها الفضول كده، يعني 90% من مكوناتها فضول كستات. فقلت لها ايه، سيبي بقى رقمك في الكنترول، قال يعني عشان اسمع بقيه القصه. لا سمعت بقيه القصه، ولا سابت رقمها، ولا اعرفها، ولا اعرف هي عملت ايه، والموضوع خلص. وخلصت الحلقه من سنتين. اموت واعرف بقى مين اللي طلع الحلقه دي. وهي يظهر هي موجوده على اليوتيوب او موجوده كده، وحد عمل لها شير، فبقى كل الناس دلوقتي بتعمل لها شير، فحصار مش طبيعي. ان انا معايا بقى جلب الحبيب، انا لدرجه ان الناس بتكلمني بتقول لي احنا عايزين نجيب الست اللي اتطلقت من ابني دي ومش عايزه ترجع له، فاحنا شوف لنا حد يخليها تيجي. يعني ايه تيجي؟ يعني هي مش عايزه تكمل في الجوازه، واهلها مش موافقين انها تكمل في الجوازه، فشوف لنا شيخ يجيبها لنا. ايه ده؟ قلت لها يا ستي ده اعمال كفر، اللي انت بتطلبيه مني ده اعمال كفر، ما تتصليش بيا تاني. ناس تانيه بقى تتصل بيا، احنا مكروبين، احنا مش قادرين، شوفي لي حد يعالجني بالقران الكريم. ارجع اكلم الشيوخ على فكره، فيقولوا لي خليها تقرا، يقولوا لي الرقيه الشرعيه، خليها تقرا البقره، وخليها تعمل وايه الكرسي والمعوذتين ايوه هي عايزه حد يعالج بالقران. لا ما عندناش الكلام ده. كل الشيوخ الثقات اللي انا بتعامل معاهم، مش بس فضيله الشيخ اشرف الفيل، لا كلهم اقول خلاص ماشي، يمكن الشيخ اشرف الفيل مش عاوز اكلم غيره، غيره يقول لي نفس الكلام، خلاص بلاش دول كلهم، اكلم حد من بره، من بره التلفزيون. ما تعرفوش حد من بيقول؟ يقول لي لا مفيش الكلام ده. فانا احنا عايزين يا جماعه نحسم الموضوع ده ونخلص، عندنا بقى بيت وعيال وعندنا ناس وعندنا حياه، عايزين نخلص، نخرج من الدايره اللي احنا مش عارفين نخرج منها. انه انا معمول لي سحر، سحر مذكور في القران، كانه انا يعني انت بتكفري بانه سحر. انا مش بكفر ولا اي حاجه، انما اي حاجه، اي حاجه يبقى عندك سحر، اي حاجه في الدنيا يبقى معمول لك سحر، اي طلاق يبقى معمول لك سحر، اي كره، اي بتاع يبقى سحر. ليه كده؟ فضلت الشيخ اشرف الفيل، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ، احكي لي بقى دلوقتي في سحر في القران الكريم ماشي، انا دلوقتي محتاجه حضرتك انت كشيخ اشرف الفيل وعشره عمر يعني بتشتغل معانا بقالك 20 سنه، تعالى اقرا عليا. انا دلوقتي تعبانه، وانت عارف ان انا تعبانه، وعندي بلاوي، عندي حاجات كتير مش باينه، انا على طول متفائله وكده، عايزك تيجي تقرا عليا قران، تعالى اقرا عليا. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. وبعد، الحقيقه ان السحر موجود في القران ولا يمكن لاحد ان ينكر ذلك. انما كيف كانت نظره الاسلام او نظره القران الى السحر؟ ليس معنى انه موجود معنى ذلك ان نقوم به او ان نعمل به او ان نؤمن به او نمشي فيه، لا. كيف نظر الإسلام إلى وجود السحر؟ الإسلام حرم السحر وحرم تعلمه وحرم تعليمه للآخرين. شوف كل ده تم حتى لا تتسلل الخرافات إلى عقول الناس. أراد الإسلام أن يحفظ العقل من أن تتسلله هذه الخرافات، لأن كثيرا من أعراض التي تنتاب الإنسان هي من أعراض أمراض النفس، قد تكون عرض وقد يكون مرض. يعني احيانا الانسان يجيله شويه هلوسه، شيء عادي، ممكن اي انسان يهلوس تحت اي ضغوط عصبيه مستمره الى فتره ما من الزمان، ممكن يهلوس عادي، ايه المشكله؟ وده موضوع وده قصه في قسم الامراض العصبيه بتوع الطب، بيعالجوها اللي هم متخصصي الامراض العصبيه، بيعالج الهلوسه وبيعالج الكلام ده كله، دول عندهم الحكايه دي. اذا الاسلام حارب هذه المساله عشان خاطر الناس ما تخشش في السكه دي. انما هل السحر موجود؟ نعم السحر موجود. طيب. وسحر النبي، سحر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الناس اللي مقتنعين ان اتعمل لهم سحر خلاص يتخلصوا منه ازاي؟ ليس هناك، لا ليس هناك، ليس هناك بشكل ما هو بيقول لك عايزين شيخ يفك لنا السحر. طيب ما انا عايز اقول لك بس حكايه شيخ يفك السحر دي، بس خليني انا رايي فيها اشرف، رايي انا كاشرف الفيل في هذه المساله، المساله دي 99.9% نصب، ما فيهاش حقائق. يعني ما ينفعش تقولي لي تعالى يا عم الشيخ اقرا عليا،
ليس هناك رابط شرعي يربط ما بيني وبين فلانه حتى اقلع عليها او ان انا اختلي بيها او ان انا احط ايدي على راسها او على ايديها او على كذا، كل ذلك لا يصح. هذا قول واحد ليس فيه كلام ولا فيه نقاش ولا جدال، وده باب يفتح الى المفسده اكثر منه الى المنفعه. وكثير من الناس اللي مشوا، الستات اللي مشت في السكك دي، عارفين الموضوع ده كويس وشافوه وعرفوا مفسده بعض الناس المدعيين ان هم معالجين وما اشبه ذلك. ده بيحطوا ارقامهم على البوستات اللي انا بقول فيها، ما فيش يدخلوا يحطوا ارقامهم، انا لو عايزيني اعالج انا فلان الفلاني بعالج بالقران. فده كل ده الكلام ده كله ما انزل الله به من سلطان. يا جماعه انا عايز اقول حاجه، أنا دلوقتي لو أنا عندي صداع ينفع حضرتك تاخدي القرص نيابة عني؟ لا. أنت دلوقتي مريضة، صلى الله يعافيكي، هل ينفع حد ياخد نيابة عنك العلاج؟ لا ما ينفعش، خلاص لازم. طب هما بيقولوا مش أنت لما بتدخلي الدكتور حلو أهو المعالج بالقرآن، ماذا يفعل الطبيب؟ لازم تروحي له. ماشي خلاص، أنا هعتبر نفسي معالج بالقرآن. وأنت اتصلت بيها من أسبوع وقلت لي شيخ أشرف عندي مشكلة كذا كذا ومش قايلة أي حل في أي حاجة. أقوم أقول لك يا دعاء، أوصف لك الدواء، اقري سوره البقره، اقري ايات الكذا، اقري ايات كذا، انت اعملي كذا. لا انا عايزاك بقى انت تيجي تعمل لي. لا ما ينفعش. هل الدكتور اللي بياخد لك العلاج ولا اللي بيكتبه لك بس بيوصفه كتوصيف في روجيتا؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ الدكتور بيكتب علاج. طيب هل الدكتور بيفتح من عنده حاجه ويطلع العلاج يديهولك، ولا بيبعتك تشتريه من الصيدليه من بره؟ هي القصه كده.